سواء كابتن حسام حسن مع منتخب مصر الاول، عنده تصفيات كاس عالم دي مهمه جدا بالنسبه لنا، وعندهم افريقيا 2025 في المغرب، وروجيريو ميكالي على اعتاب طبعا البطوله الاولمبيات، والاثنين الحقيقه وبالذات روجيريو ميكالي بانه ما عندوش فرصه الحقيقه يتصرف الراجل، فالاثنين في مأزق. يعني خليني ابدا بالاولمبي، نمره واحد، شايف ازاي فرصه روجيريو ميكالي كابتن احمد في الاولمبيات، وقصه الاستدعاءات واللاعبين الكبار المفترض ان هو يضمهم للمنتخب الاولمبي؟ بص، المنتخب الاولمبي طبعا بدايه في نقول اعلاميا مظلوم، مفيش الكاميرات مش عليه، محدش بيتكلم عليه خالص غير بس الفتره دي عشان مجموعه اللعيبه اللي هي مفروض الثلاث لعيبه اللي هم مفروضين يروحوا فوق السن يعني. قبل كده يعني الاعلام ما بيتكلمش كتير على الفرقه. دي حاجه في مصلحه ميكالي ولا ضد؟ لا طبعا المفروض لازم نبرز كل الخطوات بتاعتهم، نبرز الماتشات بتاعتهم، نعرف الناس دي شغاله ازاي وبتعمل ايه. جهاز فني طبعا جايبين على اعلى مستوى، مستر ميكالي معاه كابتن عادل مصطفى برضو من اولاد النادي الاهلي والناس المميزين جدا، كابتن عادل مصطفى مدرب محترم جدا جدا جدا، وجهاز بقى انا يعني ربنا يوفقهم ان شاء الله. حاجه بطوله مهمه جدا، اولمبيات حاجه مهمه جدا، كل العالم تقدر تتفرج عليها، كل دوله. انا عارف انه الحلم الاكبر لاي لعيب كره قدم انه يلعب كاس عالم، كاس عالم وبعديها بعدها الاولمبيات. يا بص، هي دلوقتي بدات، لكن مش كل اللعيبه بتفكر فيها طبعا. يعني اللعيبه اللي في الصف الاول كانت الاول ما تتفرجش عليهم خالص او ما بيروحوش خالص، لكن الفترات اللي فاتت دي كل منتخب تلاقي فيه، يعني مثلا ميسي لعب ثاني اولمبيات قبل كده، في لعبة كتير لعبت اولمبياد، محمد صلاح لعب قبل كده، الشناوي فلعبة كتير يعني. دلوقتي برضو يعني ليها ناس بدأت تتفرج عليها، ناس السماسرة والأندية الكبار بيتفرجوا عليها، عشان برضو بتبقى مشهد كبير لأنك انت ممكن تختار لاعب او اتنين لكل الفرق. لكن في مشكلة كبيرة جدا طبعا، كل ان اول مرة ان البطولة بتتلعب واحنا الدوري بتاعنا لسه شغال، هي دي مشكلة. هي المشكلة مش في توقيت البطولة، لا في توقيت المشكلة في الدوري. هي دي مشكلة. يعني لو الدوري بتاعنا كان خلصان مش مشكلة خالص، كان هيجيب اللعيبة اللي هو محتاجها عادي جدا، لكن مشكلة كبيرة بتقابل طبعا مستر ميكالي ومنتخب مصر. النادي الأهلي عنده مشكلة، عايز يحافظ على لعيبته، بيلعب على بطولة الدوري، كل لعيب هو محتاجه مؤثر جدا، إذا كان محمد عبد المنعم، إذا كان إمام عاشور، بس حتى اللي خلص بره كابتن أحمد، وأسمع رأي كابتن عبد الله. يعني ما هو لاعبتنا المحترفة بره كلها مخلصة، يعني صلاح مخلص، تريزيجيه مخلص، مصطفى محمد مخلص، دي الأسماء اللي طلبها روجيريو ميكالي يعني. حتى حمدي فتحي لما لقى إنه الدنيا يعني قال لك، طب أخد حمدي فتحي برضه الوكرة، قال لك لا إحنا الأندية ليها الحق إن هي ترفض الأولمبيات. أنا فاهم طبعا من حق